هؤلاء الطلاب هم من يسمح لهم بمغادرة منازلهم، بينما يترك عدد آخر من الفتيات دون تعليم. والسبب واحد، لا توجد مدرسة آمنة. في بداية العام كان في إقبال كثير على المدرسة والتسجيل فيها بسبب المخيمات المجاورة لهذه المدرسة، ولا يوجد أي مدرسة غيرها. تعرف هذه البلدة بمنطقة جو النسيم عند أطراف مأرب. في العام 2004 لم يكن يتجاوز عدد سكانها 500 نسمة، أما اليوم فهي محاطة بعشرة مخيمات يسكنها آلاف القادمين من مختلف مناطق البلاد. نزحنا من دمار إلى مأرب بسبب الحرب. من أول ما بدأت أدرس وأنا نازحة يعني في مأرب. معظم الطلاب ولدوا في المخيمات القريبة أو أتوا إليها بسن مبكرة، وجميعهم لا يمتلكون فكرة كاملة عن شكل المدرسة المكتملة، ولم يعرفوا غير هذه. لا يوجد أي مدرسة غير هذه المدرسة في قطاع جو النسيم، إلا أقرب مدرسة في المجمع، يعني مسافة بعيدة. المشكلة التي نواجهها الفصول قليلة، مكونة من الزنج والخيام. ندرس في الفصل هو زحمة، يعني 60 طالب طالبة، ما كناش نفهم الدروس من الضجة والمزاحمة. الأستاذة يعني قد تشي تخرج من الفصل سريع، منتظراي اللحظة التي تخرج فيها من الحماة والزحمة. وبسبب الزحمة في الفصل احنا ما بنقدرش نختبر، يعني كلنا في الفصل يخرجونا على الشمس نختبر، بعضهم يجوا درجات ناقصة بسبب انهم يختبروا بالشمس. وهذا سبب إضافي يجعل عودة الطالبة غدا إلى هذه المدرسة مرهونا بقرار أولياء الأمر، فهم لا يريدون رؤية الطالبات خارج الفصول المخصصة للتعليم. إن فكرت يعني أنقل إلى مدرسة ثانية غير هذه، يعني حما فيها زحمة، ما بش كل المدارس كلها زحمة، يعني ما بش مدارس كثير في مأرب علشان أنقل يكون خفيف.
انقطاع بعض الطلاب عن المدرسة وعن التعليم وتسربوا عن التعليم بسبب أنه لم يكونوا يعني يقبلوا في المدارس التي مزدحمة، وكذلك بعد المدارس لم نعتمد كمدرسة مستقلة بالرغم من الأعداد كبيرة وتفوق على المدرسة التي احنا ايش فرع منها، بسبب انه لا توجد هناك اي فصول ولا مبنى. نحتاج الى مدرسة متكاملة موسعة كمبنى رسمي من اجل تعتمد من جهات الجهات الحكومية. نشتي مدرسة قريبة وفصول تكون واسعة، ويعني ما نشتيش يعني زنج خيام ولا زنج، نشتي مدرسة يعني بلوك. حرصكم على التعليم وما جعلنا نحضر إلى هنا، وهنا ستقام مدرستكم الجديدة، ومنها سيتخرج جيل المستقبل، حيث الإنسان سيقيم مدرسة كاملة تسعة فصول ومرافقها. مبارك للجميع هذا المشروع. بحث فريق حيث الإنسان عن أكثر الأماكن مناسبة وقرباً للأهالي، وذلك لإقامة المدرسة، وقد كانت هناك مساحة في انتظار هذه اللحظة منذ زمن بعيد. طبعاً هذه الأرض لأحد أبناء مأرب تم وقفها قبل 13 سنة أو 14 سنة، وأعطى لنا البصيرة جزاها الله خير، ولا زلنا منذ تلك اللحظة إلى أن رأينا هذا النور ونحن نطالب بإنشاء مدرسة في هذا الوقف المبارك. وما زال الأمل الآن نور دربنا، حيثك أنت يا إنسان يكون الجسد. وبينما كان الطلاب يواظبون على دراستهم في مكانهم القديم، كان البرنامج يشيد المدرسة في المكان المحدد. ونحيي باللقاء أرواح معك خطوة على خطوة، ونسلمي أمارات ننسل جاه وبقسوة، ونحيي باللقاء أرواح معك خطوة على خطوة. نرمي الحلمنا المكسور ومن سيابنا المرة، ونبني بالأماني دون ما دامت لنا قدرة. نرمي الحلمنا المكسور ومن سيابنا المرة،
حلمه بدون حدود، بنى رغم الوجع مجده. معك يا صاحب المجهود، معك في اللين والشده. ومن حلمه بدون حدود، بنى رغم الوجع مجده. وما دام الامل موجود وعزمك ما خلف وعده، بتقدر تبلغ المقصود مهما طالت المده. وما دام الامل موجود وعزمك ما خلف وعده، بتقدر الواحد والعشرين من مارس 2023 صباح مختلف يعيشه السكان. أتيح للطلاب رؤية مدرستهم، وقد اكتملت وجاء الجميع للاحتفال وتوثيق هذا اليوم الذي توج سنوات من الانتظار والأمل بأن يكون لطلاب جو نسيم مدرسة مثل أقرانهم ومثل من حلموا قبلهم. وها هي مدرسة نشوان الحميري تنتظرهم كل صباح لتنقلهم نحو أحلامهم. يا طالبة، احنا من الان اعطينا الاحكام من الساكن والتنوين. كم هي احكام؟ اربع احكام. من الاول المدرسة واسعة فصولها يعني، وهنكون في الماسة ثلاث طالبات، يعني هيكون جوها وتدخل المعلومة سريع. كان في المدرسة الأولى مزدحمة جدا، ما كناش نستوعب أبدا ما كانت تقول الأستاذ. معك يا صاحب المجهود، معك في اللين والشدة. ومن حلمه بدون حدود، بنى رغم الوجع مجدة. أنا أدرك أن التعليم هو حجر الزاوية، وأن النهضة والحضارة لن تأتي إلا عن طريق التعليم. ولذلك التعليم في كل مكان هو الأساس. فإذا لم يوجد جيل متعلم ولا نهضة إلا بالتعليم، تعليم المجتمعي وتعليم الفكر والوعي، هذا شيء ضروري ولا يخفى على أي إنسان واعي. الأمل الآن ينور دربنا وأكثر، وحيثك أنت يا إنسان يكون إنجازنا أكبر. وما زال الأمل الآن ينور دربنا وأكثر، وحيثك أنت يا إنسان يكون إنجازنا أكبر. ورغم فيك ما يكفيك من قلبي.
النجاح السر وجودك للنجاح السر وننسى الهم يوم راح ننسى القهر والقسوه ونحيي باللقاء أرواح معك خطوة على خطوة ولسان هم يوم